السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. لو أنت لسه ما انضمتش لجروب عائلة الراوي يبقى أنت فايتك كتير جدا. جروب عائلة الراوي على الفيسبوك بينزل عليه كل يوم تقريبا كواليس القصص اللي بتسمعوها هنا، كواليس على شوية دردشة على شوية تفاصيل في الشغل. فلو أنت لسه مش على الجروب احرص أن أنت تكون موجود دلوقتي، وأنا أثناء ما القصة دي بتتزاع هقبل كل طلبات الانضمام اللي هتبعتوها. بس كده، القصة مستوحاة عن أحداث حقيقية ومن كتابة وإعداد طبعا نهى الراعي. يلا بينا نبدأ. قبل أي كلام أحب أعرفكم بنفسي الأول، أنا هتلر. بصراحة ده أكتر لقب أنا بحبه. على فكرة في وجه شبه كبير جدا بيني وبين هتلر، وهو ده اللي أنا جاي أحكي لكم عليه النهاردة. الشبه اللي بيني وبين هتلر الأصلي مش شبه شكل، بالعكس خالص، الشبه اللي بيننا هو سبيد. أراهنكم لو كنتوا تعرفوا إيه هو السبيد. سبيد ده كنز، كنز ومحدش واخد باله منه من أيام هتلر تقريبا. بصوا أنا هفهمكم هو عبارة عن إيه بالظبط. أنت كبني آدم ليك قدرة تحمل وطاقة معينة وقوة محدودة. يعني مثلا لو هنفرض ونقول إن أنت نزلت تتخانق مع حد، بتبقى نازل وأنت عارف حدود قوتك إيه، يعني بتبقى عارف أنت هتدخل الخناقة دي غالب ولا مغلوب، مش كده؟ كمان كبني آدم طبيعي أقصى مدة ممكن تسهرها حوالي 48 ساعة مثلا، وبعد كده بتتعب وترهق وما بتبقاش قادر تصحى أكتر من كده. حتى كفاءتك بتختلف، يعني أول 12 ساعة كفاءتك بتبقى عالية وبعد كده بتقل تدريجي. يعني لو سهرت 48 ساعة فتقريبا كفاءتك على الشغل والمجهود والتفكير بتقل جدا جدا. حتى قدرتك على التفكير كل ما عدت عدد ساعات أكتر كل ما تفكيرك قل، وبتبدأ ما تقدرش تركز قوي. وحتى لو استعنت بعوامل مساعدة علشان تسهر أكتر زي القهوة ومشروبات الطاقة وحتى الأقراص زي الترامادول، فكل دول ممكن يخلوك تسهر مدة أكتر، لكن تركيزك واستيعابك وطاقتك وقوتك ومجهودك هيبقوا أقل ما يمكن. كل اللي أنا بقوله ده صح مش كده؟ ولكن سبيد مختلف. سبيد ده أقراص زي الدواء، ولكن مفعولها مفعول السحر، بتخليك فايق وطاقتك في أقصاها وتركيزك حاضر جدا جدا، وبتقدر تفضل سهران كتير جدا. ومش ده بس ميزته، ميزته إن قوتك بيخليها أضعاف مضاعفة، وعلشان كده هتلر كان بيخلي جنوده ياخدوا من الأقراص دي علشان يقدروا ينتصروا في كل حروبهم. تقريبا سبيد هو سبب نجاح حروب هتلر كلها، ولولا كان هتلر وجيشه هيخسروا وكتير جدا كمان. وسبيد ده كان سبب ثروتي أنا، سبب قوتي ونفوذي وبناء مملكتي الخاصة بيا. في الأول كان عجبني جدا فكرة الأقراص دي، وتمنيت إني ألاقي حد بيتداولها وبيبيعها، بس للأسف ما كانش حد يقدر يوصل للأقراص دي وممنوع أصلا تصنيعها. بس لما فكرت شوية لقيت إنه مش للأسف ولا حاجة، دي أحسن ميزة إن محدش يعرف يوصله علشان أنا بس اللي وصله. أصل لو سبيد ده منتشر ومتداول وسهل أي حد ياخده، الدنيا دي هتبقى غابة أكتر ما هي غابة أصلا. ما ينفعش كل الناس تبقى متوفرة ليهم القوة دي. القوة يعني نفوذ، والنفوذ يعني سلطة، والسلطة يعني تحكم، وطالما بقيت متحكم فهتبقى ليك السيادة المطلقة. أنا عارف إن أنتوا مش فاهمين قصدي، بس أنا خططت إني أصنع أقراص سبيد. بس قبل ما أحكي لكم الحكاية دي أحب أعرفكم بنفسي الأول، وأعرفكم كل أهدافي وأحلامي اللي كنت بحلم بيها. أنا عادل سمير، شخص عادي جدا، ولكن الميزة الوحيدة اللي كنت بتميز بيها هي إني كنت الابن الوحيد لأسرة غنية بعضا ما. ماليش نجاحات مذكورة أو مهمة، شخص عادي وحياته عادية تكاد تكون مملة كمان. لكن كنت بحب التاريخ وحب أقراه وتعلمه. كنت بلاقي متعة رهيبة جدا وأنا بقرأ تاريخ الأمم والشعوب وتاريخ الحضارات وتاريخ الحروب والنزاعات وتاريخ الأرض والبشر بشكل عام. كان عندي شغف إني أعرف الماضي بكل تفاصيله. موضوع حب التاريخ ده مش ناس كتير بتحبه أو مهتمة بيه، ناس كتير جدا بتشوفه ممل ومش مفيد أو مش هيضيف حاجة للحاضر اللي احنا فيه. بس لولا حبي للتاريخ ما كنتش وصلت للي أنا وصلت له ده. كنت بقرا كتير جدا عن هتلر وعن حروبه.
بصراحة الراجل ده شخصيته وتفكيره عاجبني جدا. أنا عارف إنه نازي وإنه دمر بلاد ودخل شعبه في حروب كتيرة جدا، بس كانت دماغه وتفكيره وإصراره عاجبني جدا. كان مصر إنه ينجح ويستولى على بلاد كتير، كان مصر على إنه يكون له السيادة العليا، ولما الجيش بتاعه كان بيتعب وما كانش بيبقى قادر على الحرب والمواجهة كان بيجبرهم ياخدوا أقراص سبيد علشان يبقوا أقوى ويقدروا يقاوموا ويحاربوا. كان مصمم إن مفيش حاجة هتوقفه علشان يوصل لهدفه ويحقق أمنيته. ولما قريت عنه أكتر وأكتر اتشديت لفكرة السبيد دي. أنا كمان عندي أمنية وعايز أحققها، عندي هدف وعايز أوصله، أنا عايز يبقى ليا المملكة الخاصة بيا، مملكة هتلر، مملكة تمشي بنظامي وبدماغي أنا، مملكة يحميها القوي اللي هو أنا. أنا نسيت أقول على حاجة، أنا أبويا هو سمير وهدان، تاجر سلاح، وهو ده السبب في إننا أسرة غنية بعض ما. بس أبويا راجل نظرته ضيقة جدا، هو مكتفي بأنه تاجر سلاح وسط تجار سلاح كتير، مش طمعان في حاجة ولا عايز حاجة، وكل اللي يهمه أنه محدش يعرف عن شغله ده أي شيء، مش عايز غير أنه يبقى معانا فلوس كويسة علشان نعيش في مستوى كويس وما يبقاش نفسنا في حاجة. أحلام بسيطة ما تناسبش غير اللي نظرته ضيقة، أحلام ناس بسيطة جدا، وأنا محبش أبقى بسيط، محبش أفضل ثابت زي ما أنا كنت بختلف معاه دايما، وكان نفسي يبقى هو الكبير في الشغلانة دي بحكم ان بقاله سنين وسنين، بس مفيش فايدة، كان بيخاف، ما كانش عايز مشاكل. بس برضو انا مش كده وما حبش ابقى كده. جدي هو وهدان المغازي، عمدة لقرية من القرى اللي محدش يعرف عنها حاجة ولا يسمع عنها اصلا، راجل بسيط وفي حاله، وبحكم ان العمودية دي كانت في عيلته من زمان جدا فجد دور عليه وبقى هو العمدة، وبعد ما يموت هيبقى الدور على ابن اخوه لانه اكبر من ابويا. جدي ما كانش بيكسب اي حاجة من وراء انه عمدة غير وجع القلب ودوشة الدماغ، وطبعا جدي والعيلة كلها ما يعرفوش حاجة عن شغل ابويا. احنا عشنا في القاهرة من زمان، فبالنسبة لهم احنا ناس اتمدنت وبقينا من اهل المدينة، بنروح زيارات كده علشان جدي ونمشي على طول، وبيني وبينك احنا ما كناش بنرتاح في البلد دي اصلا، وحتى جدي ما حاولش او ما كانش حتى طمعان ان ابويا هو اللي يمسك الحكم من بعده. ما كانش بيفكر ازاي يكبر ممتلكاته وياخد اراضي اكتر، ما كانش بيفكر ازاي يبقى عنده ثروة كبيرة، ما فكرش يتاجر او يبقى له شغل يجيب له فلوس، برضو راجل نظرته محدودة وضيقة. ما كنتش بحب دماغهم ولا بحب طريقة تفكيرهم المحدودة. قبل ما ابويا يموت حاول يخليني اظهر في الصورة معاه في شغله، كان عايزني اخد مكانه، بس انا كنت عايز اخد اكبر من مكانه بكتير، بس هو كان دايما شايفني متهور ومتسرع وممكن اضر نفسي واذي كل اللي حواليا لو مشيت بدماغي. كنت بحاول اسمع كلامه بس علشان يعلمني اصول الشغل ويخليني اتعرف بكل الناس اللي هو يعرفهم، وقت ما ابقى مكانه فعلا انا اللي هتصرف وهمشي بمزاجي وبطريقتي، كل حاجه مدروسه ومحسوبه، مفيش لا تهور ولا تسرع زي ما كان بيقول. كنت عارف انه هيجي الوقت اللي هبقى فيه انا رقم واحد في الشغلانه دي وفي حاجات تانيه كتير. ومات ابويا وبدات اخد مكانه واحده واحده، وفي نفس الوقت كانت عيني على القريه اللي جدي عمدتها، لان اول ما هو كمان يموت انا اللي هاخد مكانه مش ابن اخوه. بس علشان ده يحصل لازم يبقى عندي رجالتي اللي تبقى في ظهري وتحميني، وحاجه كمان اهم من كل ده، تجاره تانيه غير تجاره السلاح اللي ابويا كان مصمم ما يشتغلش غيرها دي، رغم ان كان بيجيله فرص كتيره جدا وهو اللي كان بيرفضها علشان بس خايف من المخاطره والمغامره في مجال جديد، وحب يفضل في سكه المضمون اللي اشتغل فيه عمره كله. لكن انا مش كده، ولا عمري فكرت ابقى كده ولا هعمل كده في حياتي كلها. هي الحياه ايه غير شويه مخاطرات؟ ويا سلام لو قدرت تدرس مخاطراتك دي وتحسبها خطوه بخطوه، حتى لو خطواتك بطيئه مش مهم، المهم تكون بتمشي خطوات فعلا تجاه الحاجه اللي نفسك تعملها. فكره اني ما عملتش اي حاجه غير المضمون دي فكره سخيفه وبايخه، وانا فعلا ما بحبهاش. عشان كده انا كنت مستني الفرصة اللي ابقى فيها مكان ابويا واشتغل بمزاجي وبراحتي وبطريقتي واوسع شغلي اكتر، وده هدفي اللي بحلم بيه من زمان، وكنت طول السنين اللي فاتت دي بخطط اني اوصله. وفي السنين دي كنت بضيع وقتي في قراية التاريخ، واللي فادتني كتير جدا، خلتني اشوف ان شبه هتلر ودماغه، بغض النظر عن كره الناس ليه الا انه كان عاجبني جدا. وكمان لولا قراية التاريخ ما كنتش عرفت السبيد. أنا ناوي زي ما قلتلكم إني أبدأ أصنعهم،
هجيب كيميائي قوي في مجاله واتفق معاه يصنع الحبوب دي، وافتكر يعني محدش قبلي عملها. الأقراص دي اختصت بيها بعض الدول من بعد هتلر، يعني مثلا في دول من الدول العظمى اللي فيها سجون سياسية كتير عندهم مجرمين كتير بيضطروا انهم يحقنوهم او يدوهم أقراص الزبيد علشان يشتغلوا اشغال شقة داخل السجون وبدون نوم علشان يفضلوا صحيين اطول فترة ممكنة ويقدروا ياخدوا منهم كل الاعترافات الممكنة في اسرع وقت. وانا عاوز اصنع الأقراص دي علشان ابيعها، ومش هيبقى تمنها نفس تمن اي منشطات او حبوب طاقة او الكلام ده، ده هيبقى باعلى سعر ممكن، ومش هيقدر عليه غير فئة معينة وبس. زي ما قلتلكم ابويا مات وانا خدت مكانه في الشغلانة، وبدأت اعمل معارف وصداقات اكتر واقوى من معارف ابويا القديمة. بدأت ادخل في شغل كمان غير تجارة السلاح، بدأت اشتغل في المخدرات، وبصراحة ما كنتش هعرف ادخل المجال ده الا بمساعدة صديق ليا، يعني اسمه ووزنه في تجارة السلاح مش هين، وهو من الناس اللي اتعرفت عليهم وكانوا من معارفي الجديدة، ما كانش من معارف ابويا يعني. وقويت نفسي على مستوى المجالين، بقى ليا وجود في السوق وليا مكانتي. كنت دايما بحب اظهر في الصورة، ودايما احاول اقرب من كبير كل مجال من المجالين دول، لان مجال المخدرات ولا مجال السلاح دول عالم لوحدهم، وكل عالم من دول له التجار التقال بتوعه واللي ما ينفعش حد يتجاوزهم ابدا. فبما انك لسه صغير وعظمك طري زي ما بيقولوا، فمن مصلحتك تبقى تابع مطيع للكبار علشان تتعلم منهم وعلشان تكسب ثقتهم وتكبر واحدة واحدة لغاية ما تتمكن من المجال ومن العالم ده وتشربه كويس جدا. ساعتها بقى اضرب ضربتك علشان تبقى انت الكبير. دي نفس دماغ هتلر، نفس اسلوبه ونفس طريقته اللي انا بشوفها في كل حياته من خلال اللي قريته عنه. حتى من اول يوم في الشغلانة دي، من ساعة ما خدت مكان ابويا وانا ليا لقب ما بينهم، محبش حد يندهلي باسمي الحقيقي، واللقب بتاعي هو هتلر. هتلر مش مجرد اسم بالنسبة لي، ده اسم وفكرة اسسه كتير قوي في شخصيتي. اعتقد انتوا كده فهمتوا دماغي كويس مش كده؟ بس في حاجة عايز اقولها لكم قبل ما ابدأ احكي. انا بحكي حكايتي دي مش علشان حد يصدقني، انا بحكي حكايتي علشان تتوثق، علشان يتم تداولها، عشان تتعرف وتعرف انا معاها. على فكرة انا مش خايف ان الناس تعرف حكايتي وشبه اعترف على نفسي، بس زي ما هتلر اسمه اتخلت في التاريخ وحكايته اتوثقت وكل الناس عرفتها، فانا كمان عايز حكايتي تتعرف وتتوثق ويتحكي ويتقال عني كل تاريخي. انا فخور بنفسي وبتاريخي، انا وصلت لهدفي وحققت كل اللي نفسي فيه. انت بقى شايفني مجرم سفاح، ده ما يشغلنيش، ما كل الناس كانوا شايفين هتلر كده برضو الا انا. اكيد اسمي وقصتي مش هتتداول زي هتلر الاصلي برضو، بس اكيد سيرتي مش هتتنسي، اكيد مش هتتنسي بسهولة. وحاجة تانية برضو حب اقولها، انا مش في السجن، علشان برضو انا حسيت ان ايه خيالكم ممكن يصور لكم انكم تبقوا فاهمين ان انا في السجن ولا حاجة. ما حصلتش وما اتسجنتش ولا يوم، لو كمان لسه شغلي شغال بس بشتغل من الباطن. البوليس طبعا بيدور عليا في كل مكان بس محدش قادر يوصلي، ودي النقطة التالتة اللي انا مشترك فيها مع هتلر. اوعى تفتكروا ان هتلر مات فعلا وقتل نفسه قبل ما يقبضوا عليه، الكلام ده مش مظبوط، وبمصادر تاريخية كتير جدا. هتلر هرب، وهرب لأرض تانية غير أرضنا، هرب لأنتاركتيكا. هو كان مخطط لكده على فكرة، كان عارف ان في ارض تانية غير ارضنا، كان معاه خرايط ليها وكان عارف يوصل ليها كويس، وكان في خطته انه يكتشفها ويكتشف المخلوقات اللي فيها وتبقى ملكه هو. لكن لما داق بيه الحصار هو وجنوده دبر حوار انتحاره ده وهرب مع صفوة رجاله لأنتاركتيكا، وبرضه ده اللي انا عملته. سنين وانا في مكان محدش يعرف عنه اي حاجة ولا حد يقدر يوصله، مملكة بنتها بقالي زمان علشان كنت عارف انه هيجي يوم زي ده، هيجي اليوم اللي هتحارب فيه من البوليس ومن تجار السلاح والمخدرات. من اول ما بدأت وانا ببني مملكتي اللي محدش هيعرف عنها اي حاجة بعد كده. عشان كده انا في مكان محدش يعرف طريقه، قصر كبير وعندي فيه كل حاجة ممكن احتاجها، ورجالتي حواليا وشغلي بيمشي، بس وانا بعيد عن الصورة. هل في احسن من كده؟ تعالوا بقى احكي لكم اللي انا عملته بالظبط. بعد ما ابويا مات وبدأت اخد مكانه وبدأت اوطد علاقاتي بالناس اللي هو كان معرفني عليهم، بدأت اتوسع اكتر في المجال ده واعرف ناس اكتر، واحدة واحدة وسعت النشاط واشتغلت كمان في المخدرات وكنت يعني مبتدئ.
بس من أول يوم ليا في الشغل وأنا مقرر إن يبقى ليا رجالة وحراسة كبيرة، وكنت عارف إني هستخدمهم في يوم من الأيام. وهو جه اليوم ده فعلا. جدي العمدة وهدان المغازي مات، وطبعا من تاني يوم مات فيه، وابن عم أبويا بيجهز نفسه علشان يعيش في دوار العمدة ويبقى هو عمدة البلد رسمي. بس أنا ما سمحتش بكده. صحيح ده النظام اللي الناس كلها عارفاه وفهماه ومتعودة عليه، وصحيح الراجل أكبر من أبويا شخصيا، وحتى لو مش أكبر فبمجرد إن أبويا مات فهو اللي من حقه يمسك العمودية، لكن أنا برضو رفضت. ومش بس رفضت، ده أنا هددته إنه لو دخل دوار العمدة هقتله. طبعا كان فكرني بهدد وبهوش على الفاضي، وكان مستقل بيا يا ابن ال، كان مفكرني بقى عايش في المدينة فأكيد مش هاجي حاجة في قوته والغفر بتوعه. بس في ظرف ساعة واحدة رجالتي ورجالة ناس حبايبي كتير كانوا حاصروا القرية بالبيوت اللي فيها. مش عايز أقولك بقى، شفت الرعب والاستغراب في عيون كل الناس. مين كان يصدق إن عادل الواد الصغير اللي مش بيطيق قعدة القرية، واللي تقريبا محدش يعرفه لأنه مش بيظهر غير في المناسبات وطول الوقت في حاهل وما بيتكلمش مع حد لا هنا ولا هنا ولا له تعامل مع حد، وكمان أبوه سايب القرية من زمن الزمن وما بيجيش ولا مهتم بيها ولا بأحوالها ولا حتى عمره كان طمعان إنه يبقى العمدة. ده حتى أبوه ذات نفسه اللي هو وهدان المغازي كان راضي إنها تروح لابن أخوه لأنه هو الكبير، وإن الحكم بيمشي بالكبير من زمان. لكن محدش كان مصدق إن ممكن كل ده يحصل. محدش كان مستوعب إني بالقوة والنفوذ دي. العمدة الجديد اللي هو ابن عم أبويا ما كانش قصاده أي حل غير إنه يتنازل عن العمودية ويسيب الدوار ويمشي. الناس كانت بتخاف مني وبيخافوا حتى لما يشوفوني. حتى الغفر اللي كانوا مطلوب منهم يحرسوني كانوا بيخافوا مني ومن رجالتي، وحس إنهم ملهمش أي لازمة ولا دور في المكان ده، وإن حمايتي هي شغلانة رجالتي اللي جبتهم معايا وبس. أنا من زمان وأنا عايز أستغل القرية دي، قرية زراعية من الدرجة الأولى. وكمان فكرة إن أنا عمدة ده هيضيف ليا كتير جدا، هيزيدني هيبة ووقار في الشغل. أناني مش كده؟ بس وماله، المهم حقق اللي نفسي فيه. وبصراحة أنا ما كانش ليا في موضوع إن أبقى العمدة ده، أنا شغلي كله في القاهرة وحياتي ومصالحي هناك، وما ينفعش أغير كل ده بين يوم وليلة. عشان كده قررت إن أعرض على ابن عم أبويا إنه يبقى العمدة بس بشكل صوري، يعني هو يبقى شكل كده قصاد أهل القرية، وفي الباطن ينفذ أوامري أنا ورجالتي يبقوا دايما حواليه. بس طبعا هو حس إني كده بهينه وبهزقه فرفضه بشدة، لكن لما عرف إن مقابل كده في فلوس كتيرة جدا هياخدها مني وافق. شفته بقى النفوس يا عزيزي، دايما الفلوس هي اللي بتحكم. رجعت لشغلي ولحياتي، وكنت دايما مرافق الناس الكبيرة في المجال، كنت بتقرب ليهم وبكل الطرق الممكنة، وكسبت ثقتهم فيا فترة قليلة، وبقوا يخلوني أخلص صفقات كبيرة جدا. وعدت سنين وسنين وكنت بقى وأكتر في المجال ده، سواء تجارة السلاح ولا المخدرات. ولما حسيت إن بقيت أقوى عرفت إن ده وقت تصنيع سبيد. جبت أكتر من خبير كيميائي علشان تركبت السبيد، في منهم اللي كان بيخاف وفي منهم اللي ما كانش بيقبل إنه يعملها، وكل دول كنت بقتلهم. ما هو أنا مش هسمح إن حد يعرف بالسر اللي بعمله ويساومني بعد كده. مش هيعيش غير اللي هيصنع سبيد ويفضل موجود تحت عناية علشان أضمن إنه ما يجيش في يوم من الأيام ويبيعني، وخصوصا إن أعدائي بقوا كتير وهيبقوا أكتر وأكتر بعد موضوع سبيد ده. فضلت سنة بحاول أدور على الشخص المناسب لغاية ما لقيته، كيميائي شاطر وقلبه جامد وجريء وطماع. بس كده عظيم، هو ده طلبي. ده واحد همه الأول والأخير هو الفلوس، فليه لأ؟ ده اللي هيسمع الكلام وهيفضل طول الوقت ينتج الكميات اللي بطلبها منه، وهيعيش تحت عناية دايما علشان بس لو فكر مجرد تفكير انه يبيعني هيموت. انتجنا اول كمية، وكنت بحاول اصرفها مع المخدرات اللي كنت شغال فيها، وما توقعتش المبيعات الكتيرة جدا اللي حققها سبيد في وقت قليل جدا. كانت مبيعاته هو اكتر من السلاح والمخدرات مع بعض. أنا كنت عارف إن صناعة سبيد هتنقلني نقلة تانية تماما، بس بصراحة ما كنتش أتوقع إنها تبقى للدرجة دي وبالسرعة دي. لقيت ناس كتير قوي بتحاربني، ومن الناس الكبيرة كمان في تجارة المخدرات، بس أنا ما استسلمتش. كانوا طمعانين إنهم يشاركوني في الحاجات اللي أنا بعملها، وشايفين إني خاين إني بعمل حاجة لوحدي ومحدش يعرف سرها غيري، وإن الكار ده لازم يبقى الكل عارف أوله من آخره.
بس برضو لأ، أنا لازم أبقى مميز، مميز ومختلف عن أي حد. وطبعا ده خلاهم يحاربوني ويبقوا عايزين يعرفوا سر سبيد، ولو يطولوا يموتوني كانوا هيعملوا كده. بس اللي ساعدني ساعتها أني من قبل ما أبقى تاجر مخدرات فأنا تاجر سلاح ابن تاجر سلاح. قررت أروح القرية اللي المفروض أنا عمدتها، أعتقد المكان هناك هيكون أهدى بكتير من القاهرة ومشاكلها وخلافات وصراعات الشغل اللي ما بتخلصش. بس لما رحت القرية مع رجالتي ملحقتش أقعد يومين اتنين إلا وقامت حرب. كل تجار المخدرات اللي بيني وبينهم عداوة، وبعض تجار السلاح اللي كانوا متضايقين إني بقيت أكبر منهم في الشغلانة دي كانوا عارفين خطواتي كويس، وقرروا إنهم يقلبوا القرية عليا ويحولوها نار. التعامل في القرية أسهل بكتير من إنهم يستهدفوني في القاهرة. قامت حرب ساعة الفجر والقرية كلها في حالة هدوء تام ومحدش في الشوارع، وفجأة القرية بقت بتولع، كل البيوت بتولع بدون سبب، صريخ وعياط وناس بتستنجد وناس بتموت، وكل ده بيحصل في لحظات. ووسط كل الحرائق دي في ضرب نار من كل ناحية، مجزرة، ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش عامل حسابي عليها. بس رجالتي عرفوا يتعاملوا، أنا ورايا جيش كبير. بدأت أفهم إنه كده خلاص، أنا الكل حلف إني أموت ومش هيهدالهم بال غير لما يخلصوا عليا فعلا. لا وكمان الشرطة مش ساكتة وبيدوروا عليا طول الوقت، وكأني مفيش حد خطر على البلد دي غيري. هما ما كانوش بيدوروا عليا بالكثافة دي قبل كده، أو بمعنى أدق قبل ما أبدأ أشتغل في السبيد. بلدنا ممنوع إنها تستخدم الإقراص دي، ودي معلومة لازم تعرفها كويس. مش كل الدول متاح إن حكومتها تستخدم الإقراص دي في استجواب المساجين مثلا، أو خليني أقولها لك بشكل أفضل شوية، سبيد محدش يقدر يستخدمه غير بعض حكومات ومباحث الدول العظمى، محرم تداوله واستخدامه. فأنا كده مش مجرد شخص بيتاجر في المخدرات والسلاح وبس كده، ده أنا بعمل حاجة من المحرمات دوليا. مع إن البلد دي لو كانت احتاجت تكسر القاعدة دي وتتعامل معايا وتاخد كل الكميات اللي محتاجاها من سبيد وبدون مقابل كمان، كنت هوافق طبعا. الحرب اللي قامت في القرية دي قعدت 3 أيام، وعرفت أهرب برا القرية مع بعض الرجالة بتوعي، وقدرت أروح مملكتي الجديدة، مملكة الجبل. مكان في الصحراء كله جبال، ما فيهوش أي مظهر من مظاهر الحياة، مكان ما فيش جنبه أي مدينة، صحراء من كل الجوانب والنواحي. هو ده المكان اللي اخترت انه يكون مملكتي، وخصوصا انه متحوط بالجبال من كل ناحية، وصعب جدا ان حد يخترقه. مش بس صعب حد يخترقه، ده صعب من الاساس حد يوصله. سنين وسنين وانا بحاول اخلق وسط الجبال دي مكان ليا انا ورجالتي، دولة جوه دولة، ومحدش هيحس بينا. وده بس لغاية ما اطلع برا البلد دي واعيش في جزيرة من الجزر اللي برضو محدش يعرف عنها حاجة، وتابع شغلي من بعيد. الحرب فضلت مستمرة في القرية، بيوت كتير ولعت وناس كتير ماتت، والأراضي كلها طالها الضرر، وبيتي أو دوار العمدة زي ما بيسموه ولعوا فيه. لا ومش بس كده، دول لقوا في الدوار مجموعة من السلاح والمخدرات والفلوس واستولوا عليها، كمان قتلوا رجالة كتير من رجالتي، وحلفوا ياخدوا مكاني في القرية لغاية ما ارجع. هما شايفين اني جبان وهربت، بس هو أي حد في مكاني كان هيهرب علشان ينقذ نفسه وحياته. بس مش معنى كده أني هعدي اللي عملوه ده بالساهل، مش أنا اللي أسيب حد ياخد حاجتي أو يقتل رجالتي. مفيش مشكلة أنهم يبقوا فاهمين أن هم انتصروا وأن أنا اللي جبان وهربت ومش هرجع، لكن الشاطر بجد هو اللي بيضحك في الآخر. كده كده أنا ما كنتش هعرف أرجع تاني في الوقت ده علشان أخد حقي. أولا كل أعدائي مستنيين ظهوري، وأكيد مش هقدر أحاربهم كلهم في نفس الوقت، دي مش شجاعة، ده تهور وغباء، وأنا عمري ما كنت غبي أو متهور. وتاني حاجة البوليس قالب عليا الدنيا، ولو ظهرت هتاخد على طول طبعا ومش هلحق أعمل حاجة. فالحل في الأزمة دي إني أدبر أي حادثة وينتشر خبر إني مت، وده برضو اللي هتلر عمله على فكرة، قدر يخدع الكل ويقول إنه مات، ولكن في بعض الجهات الدولية اللي ما صدقوش إنه يكون انتحر، وفعلا قدروا يعرفوا إن الجمجمة اللي بيقولوا إنها بتاعة هتلر طلعت مش بتاعته وانه ما انتحرش. نفس الفكرة بالظبط، بس انا مش هجيب شخص شبيه ليا في الشكل والشغل الكبير اللي عمله هتلر ده. انا هدبر حادثة بعربية من عربياتي، ويجي البوليس ويطلع جثة متفحمة من جوه العربية اللي ولعت. انا عارف انهم هيعملوا التحاليل اللازمة وهيعرفوا ان الجثة دي مش انا، بس البوليس هيقول ان ده انا علشان يخلصوا من دوشة انهم يدوروا عليا،
ويخلصوا من موضوع ان لو سبيد انتشر في البلد دي اكتر من كده فهيكون موقفهم سيء جدا دوليا، وهم اكيد مش هيتحملوا كل ده، وبالتالي هيقولوا على الملأ اني مت وتطلع شهادة وفاتي، بس ساعتها انا فعلا هبقى اتولدت من جديد، هبقى شبح بيطارد كل واحد اذاني او كان عايز يضرني او استولى على حاجة بتاعتي وقتل رجالتي. نفذت فعلا الحادثة دي وكان تخطيطي مظبوط، وتقال اني مت ساعتها، بس قدرت اخرج من مملكتي وارجع انتقم من كل واحد. كانت مجزرة، كان معايا عدد كبير من رجالتي، واللي قررت اننا نتقسم مجموعات وكل مجموعة تستهدف حد معين، حد من اللي كانوا عايزين يقتلوني او يستولوا على شغلي، او اللي كانوا بيكرهوني ويكرهوا ان ثروتي تزيد. وطبعا خططت انا واللي معايا اننا نطلع على القرية ونقتل اللي خد مكاني وقتل رجالتي وسرق فلوسي والسلاح والمخدرات اللي كانوا في الدوار. الناس في القرية ما حسوش بأي حاجة، بس لما صحيوا تاني يوم لقوا اللي خد مكاني هو ورجالته مدبوحين ورؤوسهم متعلقة على مدخل القرية. مش قلتلكم انا مش هسيب حقي؟ بعد ما خدت حقي واطمنت على فلوسي وأمنت نفسي كويس، قررت اني ارجع مملكتي تاني واهدى تماما، واستعد اني اروح جزيرة بعيدة برضو محدش يسمع عنها حاجة. انا قصاد العالم كله ميت، وقصاد العالم كله برضو رجعت وخدت حقي. يا ريتكم بتقروا تاريخ. انا كل تصرفاتي وخططي واللي بعمله هو نفس اللي عمله هتلر بالظبط. ده انا من كتر اعجابي بيه بقى اسم شهرتي هتلر. بس من حسن حظي ان كل اللي حواليا فعلا كانوا اغبياء ومعرفوش انا بفكر ازاي. كل فلوسي قدرت اهربها بره البلد. رجاله كتير من رجالتي خليتهم يسبقوني على الجزيره، وفي رجاله هيفضلوا في مصر يبشروا شغلي اللي عمره ما هيقف. وفي عز ما انا بكلمكم شغلي برضه ما وقفش. مجرم انا مش كده؟ مش مهم. المهم اني وصلت لهدفي. وصلت للصيت والثروه. حققت كل اللي نفسي فيه. وفوق كل ده محدش قدر عليا، زي ما برضه محدش قدر على هتلر. خدع العالم كله وطلع هو الذكي. انا كمان كنت ذكي وما خسرتش اي حاجه. ابقوا واقروا تاريخ. هيفيدكم كتير زي ما فادني. طيب القصة دي منها أحداث حقيقية وأحداث مستوحاة من أكتر من قصة حقيقية. أولا كده عقار السبيد ده حقيقي، وهتلر فعلا استخدمه على الجيش بتاعه في حروبهم، والعقار ده فعلا بيخليك بني آدم تاني خالص، وخصوصا في قوتك، ولكنه بيدمر الجهاز العصبي بعد كده. كل اللي حكيناه عن العقار وعن هتلر شخصيا كان من بعض المصادر التاريخية اللي اتكلمت عنه. أما بطل الحكاية الأساسي فهو مش شخص واحد، في فعلا ناس كتير جدا حاولوا يوصلوا لتركيبة السبيد وحاولوا يصنعوها ويتاجروا فيها كمان، وما بيعملش كده غير تجار المخدرات. لكن اغلب اللي حاولوا يوصلوا للتركيبة فعلا اختفوا، واختفت حكاويهم وقصصهم معاهم، اختفوا زي هتلر كده بالظبط. بكده تكون القصة انتهت. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى كمان تكونوا انضميتوا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك. والى ان القاكم في حلقة قادمة، دمتم بخير وتصبحوا على خير.